ولكن ما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أو يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إكرامي وأنا بريء مما تجرمون وقوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ألا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون